يتقدم الجيش الوطني من حيثما يولي عناصر الميليشيا الأدبار. من هذه الطرق فرت عناصر الميليشيا تحت وقع ضربات الجيش الوطني. التقدم في هذه المناطق جاء بعد عملية عسكرية أعلنتها قوات الشرعية قبل يومين في محافظة البيضاء، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على مواقع عسكرية في مديرية الملاجم. مصدر عسكري قال إن قوات الجيش تقدمت من المحورين الشمالي والغربي وسيطرت على وادي ومعسكر فضحة في الملاجم، كما تقدمت القوات أكثر من 15 كيلومترا باتجاه مفرق منطقة العريف بمديرية الطفة التي تتخذ منها الميليشيا مركزا للتدريب والإمداد في جبهات شمال البيضاء. احنا الآن في منطقة الغول. أيوة. الحمد لله تم السيطرة على منطقة الغول، وهذا جبل الأشعاش. نعم. على فضحة وضراء والهجبة. أيوة. وهذا الخط الفرعي الذي يؤدي إلى السيل وتسق به جبهة الوادي. ها كان الحوثيين يستخدموا هذا الخط؟ عندما ينقطع الخط الأسفل يستخدموا هذا الطريق. يعني الآن حاصروا من جميع الاتجاه. حاصروا من جميع الاتجاه. تأتي هذه العمليات بعد يومين من تحرير عقبة القندع التي يوجد بها الخط الرابط بين مديرية بيحان التابعة لمحافظة شوة ومحافظة البيضاء. اللواء الركن مفرح بحيبح قائد محور بيحان قال إن قتل الميليشيا بلغ حتى الآن 37 قتيلا بالإضافة إلى 30 أسيرا وعشرات الجرحى، مضيفا أن عملية تحرير البيضاء قد انطلقت وأن المعارك ستتواصل خلال الأيام القادمة.